في إطار هذه الاستعدادات اليوم محطتان مهمتان كما ذكرت، اقتراع الموظفين. هذا الاقتراع يعني يمكن استخلاص نسبة المشاركة فيه وهي نسبة جيدة حتى الآن، واللافت للانتباه أن هذه النسبة وصلت إلى حوالي 45% في دائرة بيروت الثانية، وهي الدائرة التي فيها غالبية سنية وتتركز الأنظار عليها لمعرفة إذا ما كان الناخبون السنة سيشاركون في هذه الانتخابات أم سيعمدون إلى المقاطعة بسبب عزوف الرئيس سعد الحريري رئيس تيار المستقبل عن المشاركة في هذه الانتخابات. إذن النسبة حتى الآن هي نسبة جيدة رغم أن عدد الناخبين ليس كبيرا، ولكنه يعطي مؤشرا أوليا. أيضا النسبة مرتفعة للمشاركة في دائرة الشمال الثالثة، وهي الدائرة التي تضم أقضية البترون والكورة وزغرتا. وفي البترون مثلا وصلت هذه النسبة إلى 50% وفي زغرتا وصلت إلى 60%. هذه الدائرة أيضا تضم قضاء بشر. إذن النسبة أيضا في هذه الدائرة التي توصف بأنها دائرة الكبار ودائرة مرشحي رئاسة الجمهورية أيضا المشاركة فيها بالنسبة إلى الموظفين هي مشاركة مهمة، وأذكر بأن هذا مؤشر وقد ينسحب على الانتخابات. شكرا. يوم الأحد المقبل وقد لا يشكل المؤشر الكبير. دعني أشير إلى نقطة أخيرة، اليوم كان اجتماع مهم في دار الفتوى وضم سفراء مجلس التعاون الخليجي، وكانت هناك أيضا مواقف تلتقي على ضرورة الدعوة إلى المشاركة في هذه الانتخابات خصوصا للجمهور السني، وهذه محطة مهمة جدا.